مستر حسام، الطلبة زمان والطلبة دلوقتي، هل انت شايف اختلاف ما بينهم؟ وانا طبعا شايف اكيد في اختلاف. اكيد في اختلاف. الستودنت زمان كان بيذاكر في بيته، كان ينزل يخرج يروح النادي، اخره يخرج مع اصحابه. لا لا، انا كانش في النادي ده، لا ليه، كان في نادي. لا كان في نادي. زمان ده، زمان قد ايه؟ لا، لا كان في نادي من هو زمان. جيلي وجيلك. طيب ماشي، جيلكوا ايه بقى ستودنت زمان الكلام قد بقى؟ ايه؟ يعني احنا طبعا بابا الله يرحمه كان بيروح نادي يعني. احنا برضو لا كنا بس مش في المدرسة، كانوا بيذاكروا في المدرسة. يعني بيذاكروا يروحوا يعني، النادي كان يذاكروا. بدل النادي مثلا كنا بنروح حتت حدائق نلعب يعني. كنا حدائق دي ما جاتش عدت عندنا عليك. يعني ماشيها حدائق يعني. لا يعني الكالتشر نفسها اتغيرت، يعني ثقافة الطالب نفسه دلوقتي غير زمان، غير من سنتها وغير قبل كورونا. يعني احنا قبل كورونا حاجة، احنا بعد كورونا حاجة تانية خالص. احنا بعد كورونا في تفتح جامد قوي، في تيك توك طلع، في سناب شات طلع بعد الكورونا، في حاجات كتيرة قوي طلعت بعد الكورونا غيرت الطالب نفسه. لا لا، شفت كورونا؟ شفت مدرس انجلش؟ مدرس انجلش. مدرس انجلش. يعني انت شايف ان الطالب ايه اللي اتغير فيه بالظبط؟ يعني استيعابه اقل ولا لا اكتر من حيث الاستيعاب، ولا من حيث الحرص على الدرس والتعليم، ولا بقى لعبي مش مهتم بس بالدراسة على مر مهتم؟ السنين في الشغل عامة، هو كل دفعة بتيجي فيها الطالب اللي بيذاكر وفيها الطالب اللي ما بيذاكرش، فده اتغيرت أساليب التعليم، اتغير الجيل، اتغير الزمن. في طالب هو عايز يذاكر اتربى على كده، وفي طالب ما بيذاكرش. احنا بقى أنا يعني أنا ومستر شريهان تبقى شغلتنا إن احنا يذاكر، يعني لازم يذاكر في الآخر. بس مستر شريهان، هو ايه اللي اختلف بقى؟ هتقولي لي كده، ايه اللي اختلف عن زمان ودلوقتي؟ والله هي فعلا منتاليتي الطلبه اتغيرت في حته ان هي ما بقتش تنفع ان انت تبقي مدرسه تقليديه، لان هما بيفرق معاهم قوي. بيزهقوا. حته نفسيتهم وان انت تبقي قريبه من الطالب ده، دي بقت كنا بنتكلم في موضوع قريب، حاجه فارقه قوي يعني. لان هما بيبقى بالنسبه لهم لو انت مثلا قريب منه او مصاحبه او كده، هو مش بيفقد الشغف. لو حس ان الموضوع ان انت مالكش علاقه بيه او كده، فجاه كده بتحس ان هو ايه بقى، خلاص ما عندوش دافعيه ان يعني هو يشتغل. بتحاولي يعني انتوا بتحاولوا ان انتوا يبقوا صحاب؟ طبعا. كاننا تبقوا صحاب صح؟ عيله يعني. طبعا. بس ده مش بيخلي ان الطالب مثلا يفهم ان ده خلاص يعني يتجاوز او اي حاجه، عشان كان عصام بيتكلم معايا ان ده غلط، ان احنا مدرسين يعني صاحبوا الطلاب، لازم يبقى فيه اللي هو لا تخاف وهجلدك لا. بس طبيعي لو انا اتصاحبت مع المدرس خلاص مش هسمع كلامه يعني. طيب ممكن احنا على ايامنا الشده كانت هي الاساس. انا مش معاك. ما هي بقى الجيل اتغير في هي الحته دي دي الفكره. هي يعني ما بيتقبلوش فكره ان هم او مش هيبقوا مرتاحين او مش هيكملوا معاك، او مثلا لو هم مش فاهمين ممكن في طلاب بتتكسف لك. هو بيبقى دافع ليه ان هو يصاحبنا يعني. هو لو هو احنا ما بنصاحبش اي حد، فهو الطالب بيبقى عارف اللي هو انا عايز ابقى مميز في الحصه، انا عايز اظهر لك في الحصه عشان مستر ياخد باله مني، علشان يبقى في علاقه ما بيننا. والعلاقه لو ما اتخلقتش الطالب هيزهق، هيمل يعني. اعتقد ان احنا بنعمل ايفنتس علشان خاطر كمان تلمهم. ما خلي بالك، العلاقه الصحوبيه دي بره الحصه مش جوه الحصه. يعني انت جوه الحصه انت ستريكت، انا مفيش هزار، انت ممكن تهزر 5 مينتس عشان الحصه تبقى زي المدرسين زمان كانوا بيعملوا كده. ما مش طبيعي ان المدرس بيقعد الثلاث ساعات يشرح دايركت من غير ما يخلي الطالب ياخد نفسه. لا بس زمان كان في شده اكتر طبعا. يعني بحس المدرسين كانوا ممكن الطالب بقى شكلك خايف مع الشده منه. شويه لا بصراحه بتشدي وترخي يعني، اشد وانا بتكلم بشرح عشان خلاص مش هيبقى فيها رجاله، في نظام.